سيد رئيس، تم اجتماع بين جل النواب، معناها عدد كثير من النواب من مختلف الاحزاب، سواء اللي كانت في المعارضه او كانت في الحكم، تم شبه اتفاق على ما يلي. معناها اول نقطه، معناها طلب اعتذار رسمي السيد حبيب اللوز، تم الاعتذار، بقى كنا ماذا بنا يكون الاعتذار اوضح من هك، مش ما فهم منه انه يمكن يكون ما قالوا سيد النائب، واحنا قدروا هذا يا سيد الرئيس، ونحبوا نقدموا ونحبوا نخليه الجو اقل شحن فيه، بقى لازم نسميه الامور مسمياتها. ما قيل على السيد نائب منجي الرحوي انه معروف بعداه الاسلام، مش ما مسلفهم الكلام هذا يتقال، وبالتالي نتمناو انه الاعتذار يكون كما تم، ويكون اوضح وباكثر صراحه للنائب، لاعضاء المجلس، اعضاء المجلس بكل معناها مكونات الحزبيه. انا اعتقد انه فما كثير من النواب في حركه النهضه تمسوا من التصريح هذاك، تمسوا منا تمسينا احنا به وللشعب التونسي. المساله الثانيه، امام انعكاسات التصريح هذا والخطر اللي تعرض له زميلنا النائب والتهديدات اللي توجهت له، وكذلك انا نعتبر انه ما قاله السيد حبيب اللوز بغض النظر عن المساله الكراهيه وكذا هو دعوه للقتل، لانه فما عباد تفهم من هذايا انها ايديها مسيبه باش تقضي على 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 يدي. مثالش انا نطالبه سيد الرئيس اعتماد على الفصل 93 باعاده النظر في الفصل رقم 6 في التنقيح المتعلق بتجريم التكفير لكي لا يكرر هذايا من سواء نائب هذا ولا من غيره. والمساله الثالثه، نطلب منكم سيد الرئيس فتح تحقيق والقيام بالاجراءات القانونيه اللازمه تجاه السيد النائب المحترم فيما قاله في انعكاساته، وشكرا.